يا الله يا الله يا الله يا الله. قلت لي شارك التوفيق في الأرض الطارف. يا سبحان الله، وانت عارف انه كان نفسي يشتري هذه الأرض، لكن شوف ربك سبحان الله كيف نجانا منه ودبسك فيها وخلاك تتدبس وتنغرس في الدبور حقه. الطين حقنا طول عمره ما بينوش دبور، أرضنا طول عمره وهي طاهر، ودائما تنقي نفسه من دبور البشر اللي دائما يطمعوا به ويقزعوا من جنبه. اللي كان يقزع زمان ما عاد يقزعش اليوم. وبعدين عين هذا كبير، مفروض تتعلم انه الارض اللي انغرس فيه بدم تصبح دبور على صاحبه طول عمره. خلونا نرجع الغلاب. انا زي ما قلت لك يا امير ان اهل العاليه هذه الليله كلهم كانوا بعرس الشيخ مقبل وما رجعوش الا بالنهار. انا لقيتوهم قبل ما اوصل بيتي وقبل ما اوصل القريه. استقبلنا الشيخ فاضل وتوفيق وأهل القرية أسفل الوادي. اسمعني يا أمير، إذا ما تصدقش كلام القاضي عبد الرحمن، معك الشيخ مقبل وأهل القرية حقهم كلهم يشهدوا إن كنا عندهم بالعرس من الليل لما صباح ثاني يوم. هذا الكلام الفاضي ما يمشيش عندي يا قاضي، ولا لأنك من أهل العالية بتجزع علينا هذا الكلام؟ أنا عندي قاتل ومقتول، تقولوا لي من القاتل وكيف قتل جثون دفنت بأرض الشيخ؟ ولا يمكن الجن نقلوها ودفنوها بأرضك يا شيخ؟ مالك تكلم؟ أنا اللي أعرفه أنه داخل القرية في عساكر كثير من داخل المركز، هذا من عساكر كل الرعية يندولهم حقهم الأجرة يوميا كل يوم بيومه. أين كانوا؟ احنا كنا نشل الخرج حق ارض توفيق يا امير، وبعد هذه 40 قدح جلسنا نتحمله طول الليل والنهار. مين العاليه لا سفر العاليه، مين العاليه لا سفر العاليه، لما اكتسرين ظهورنا قال ما كنتم تعملوا. اسمع يا فاضل، الكلام الفاضي هذا ما يمشيش عندي. معك مهله لما يكتمل بدل هذا الشهر تجيب لي القاتل لو كان عايش وسطكم ولا قازع طريق. قاضي عبد الرحمن، بدك تستلم شغلك بالقضاء ولا ارسل رساله للمدينه يجيبوا قاضي ثاني؟ ان شاء الله ان شاء الله بسلم. وتوفيق ثابت. ايوه يا امير. خرجوا الرعاوي من السجن وقدنا نشي نعرف اذا كان هو القاتل ولا معه شركاء. مات الكلام.